السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأبنائي في جريد 2، يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر أسامة الهادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعضينا وهنبدأ ليسون 4. أذكركم بس الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. تيبل اند بار جراف، التيبل اللي هو الجدول، والبار جراف اللي احنا اتعرفنا عليه اللي هو الرسم ده كده، ممكن يجي فيرتيكالي كده وممكن يجي هوريزونتال زي ما احنا شفنا قبل كده. طيب الراجل ده بيبيع فاكهة زي ما احنا شايفين، بيقول لك يو كان شو داتا، يعني تقدر تشوف الداتا، داتا يعني بيانات، ان مور ذان وان واي، يعني تقدر تشوفها باكتر من طريقة. more than يعني أكتر، one way يعني أكتر من طريقة. the following table، ده التيبل اللي قدامنا ده كده اسمه إيه؟ التيبل. the following table show the number of fruits and vegetables at the farm stand. on the farm stand، تمام؟ حلو. آدي الستاند أهو بتاعنا. fruit vegetable for sale اهو، ستاند ده عاملينه عشان يبيعوا الايه الفروتس بتاعتنا فيه بكل سهولة وبكل بساطة. لازم يكون الشكل ده ليه عنوان، الراجل ده بيبيع ايه احنا شايفين، بس لازم يكتب fruit and vegetables. kind يعني نوع، kind يعني ايه؟ يعني نوع. لما نشوف كلمة kind نعرف ان هو بيتكلم عن حاجة اسمها النوع. نوع الفاكهة دي ايه؟ ممكن يبقى كاروت، ممكن يبقى ابل، ممكن يبقى كورن، ممكن يبقى بيتش، ممكن ان هو يبقى ووتر ميلون اللي هو البطيخ ده. طبعا كلكم بتحبوا البطيخ. وهنا النمبرز، النمبرز اللي هو العدد بتاعك كام؟ الكاروت واضح جدا ان هو 1 2 3 4 اللي هم دول، فمن غير ما اقعد اعد احنا خلاص فهمنا من الجدول ده اللي قدامنا او التيبل اللي قدامنا ده ان الكاروت هو العدد بتاعه 4. طب الابل كام؟ واضح جدا ان الابل عندي اهم 6، 1 2 3 4 5 6 اهو، مبين جدا ان هما 6. والكورن اللي هو الذرة اهو 3، والبيتش 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. والووتر ميلون اللي هو البطيخ كده واحدة اهي، ودي كده ايه التانية. يبقى خلاص من الاسكادول او التيبل اللي قدامنا ده نقدر نعرف ان الكاروت 4 والتفاح الابل 6 والكورن 3 والبيتش اللي هو الخوخ 8 والووتر ميلون زي ما احنا شايفين هم عبارة عن 2. بيقول لك the following bar graph show the same data، نفس البيانات دي بيوريها لي اللي محطوطة في الجدول ده او التيبل ده هي نفسها رسمناها هنا، فنقدر نقراها من الجدول ده على طول، ونقدر نشوفها من الصورة دي نعدهم، ونقدر نشوفها من الجراف اللي قدامنا ده. يبقى كام طريقة كده؟ كده 3، وفي طرق تانية إن شاء الله هنتعلمها بعد كده. طيب من دوت كده نقدر أول حاجة لازم يبقى له عنوان، قلنا ده اسمه بار جراف. اسمه إيه؟ بار جراف، بيوريك نفس البيانات. يبقى ده بيوريك نفس البيانات، وده بيوريك نفس البيانات، ودي كمان الجراف او البار جراف بيورينا نفس الكلام، the same data. قلنا data يعني ايه؟ يعني بيانات. العنوان هنا اللي هو fruits and vegetables، وهنا برضو كان العنوان نفس الكلام fruits and vegetables، هنا برضو fruits and vegetables نفس الكلام، هو نفس العنوان بس مع تغيير الايه الطريقة. هنا number of fruit and vegetables عددهم قد ايه؟ الكاروت احنا طبعا قلنا ان هو 4، وقلنا الابلز هو عبارة عن 6.
هل لازم نقعد نعد كده 1 2 3 4 5 6؟ لا، انت مجرد السكيل ده اسمه سكيل، يبين لي تجيب المسطره كده وتمشي كده، تعرف ان هو ايه، ان هو ده السكس. مجرد انك تمشي كده تتاكد بس انت شايفها مظبوط، بس تتاكد انها فعلا سكس. هنا طبعا الكورن 3 والبيتش اللي هو الخوخ عبارة عن ايه، والووتر ميلون البطيخة وعملوا لك بالاخضر اهو، إيه هو عبارة عن 2، ودي اسمها كاينز يعني انواع، كاينز اوف فروتس اند فيجيتابلز. تعالوا نشوف دي بقى يا حبايبي، هنا بكل بساطة بيقول لي هنا ريد ذا تيبل، اقرا اللي موجود في التيبل اللي قدامنا. الارت عندنا 4، ودي الفافوريت اكتيفيتي، اكتيفيتي يعني نشاط، واكتيفيتيز نزود عليها الاس كده تبقى انشطه، فافوريت يعني الحاجه المحببه لينا اللي احنا بنحبها اللي هي المفضله بالنسبه لنا اللي احنا بنفضلها يعني. اور فافوريت اكتيفيتي، اور فافوريت اكتيفيتي، كمان معايا برافو عليكم، اور فافوريت اكتيفيتي. هنا الطيب يعني النوع، والنمبر عددها قد ايه. الارت اللي النشاط اللي هو الارت اللي هو الفن مثلا او الرسم، طبعا احنا في فور بيحبوه، هو بالنسبة لهم الفافوريت. السبورتس الرياضة طبعا في 7، الميوزك 5، في ناس بتحب تعمل بلاينج كده بالميوزك، ريدنج اللي هو القراية 10، شاد كلمة شاد دي بقى عايزكم تعرفوها كويس أوي، شاد يعني ظلل أو لون، شاد يعني ظلل كده يعني المعنى الصح بتاعها الأكيد اللي هو إيه، ظلل، لأن كولر لون، فهي قريبة منها بس هي شاد يعني إيه، يعني ظلل لي in the graph to show the same data، هتبين لي نفس البيانات. هنا أول حاجة الأرت 4، هتيجي هنا كده عند الأرت هتعمل مثلا تلونوني دي 4 وأشوف الرسم الجميل بتاعكم. بالنسبة للسبورتس 7، بغير بقى اللون كده، تيجي مثلا تعمله مثلا السبورت مثلا هو 7 هنا، يبقى تيجي هنا تعمل 7 السبورت 1 2 3 4. طبعا هتلونه ال شاد، تعمل شاد او تلون السفن بالكلر كامل يعني، ما تاخدش جزء من البوكس، انا بس عشان في الكمبيوتر وبشرح لكم فبعمل كده حاجات بس اوريكم تعملوها ازاي، اما انتوا تظللوا السكوير دوت او الريكتانجل ده بالظبط كده بالكامل. هنا طبعا دي 7، نيجي عند السفن ونقف. بعد كده الميوزك 5، نيجي نختار لون تاني وليكن مثلا ده ميوزك 1 2 3 4 5. بعد كده الريدنج اللي هو القراءة، الناس اللي بتحب القراءة قد ايه، هنشوف هنلاقيهم ان هما مثلا 10، يبقى هنعمل هنا كده 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعالوا نعمل دي كده زيها عشان تبقى ايه كلها زي بعضيها، مش هيبقى شكلها حلو كده. هنيجي هنا كده هنعمل دي كده تبقى 1، احنا قلنا الارت كام 4، يبقى هنعمل كده ايه 4 بالشكل ده، يبقى الارت عندنا 4، عندنا السبورتس 7، عندنا الميوزك 5، عندنا الريدنج كام 10، وقلنا التايب اوف اكتيفيتي يعني ايه، يعني نوع النشاط، نمبر اوف بيبول اللي هو عدد الاشخاص اللي هم بيحبوا الارت، وهنا عدد الأشخاص اللي هم بيحبوا السبورتس واللي هم السفن، وهنا عدد الأشخاص اللي هم بيحبوا الميوزك اللي هم 5، وهنا عدد الأشخاص اللي هم بيحبوا الريدنج اللي هو 10، وقلنا ده اسمه سكيل، النمبر اوف بيبلز ده اسمه ايه، سكيل يعني مقياس رسم. بعد ما عملنا الموضوع ده بيجي يسألني بقى شوية أسئلة، بيقول لك use the graph to answer the question، use the graph to answer the question،
question اللي أسئلة بتاعته هو مديني 1 و 2. question يعني ايه؟ سؤال. answer يعني جاوب. من البار جراف يعني تستخدم البار جراف ده كده ان انت عملته انك انت answer the question. طيب which activity، اي activity، وممكن يقول لك هاتها لي من التيبل، ممكن يقول لك use the table to answer the question، ممكن يقول لك use the bar graph to answer the question. في كل الحالات لازم احنا نجاوب على الأسئلة بتاعته. من التيبل هنفهمها، من الأشكال قلنا هنفهمها، كذلك من البار جراف هنفهمها. فبيقول لك which activity the most favorites، تاني which أي نوع يعني، غير how many. لازم نفرق ما بين الاتنين كويس قوي، لان في اولاد وبنات كتير بيتلخبطوا ما بينهم. which يعني اي نوع من الاكتيفيتي is the most favorite. favorites اللي هي المفضلة، وموست اللي هو الغالب، الاغلبية، الاكثر قد ايه. فين the most favorite؟ واضح جدا انها الريدنج. فهنيجي هنا بكل بساطة كده وهنكتب هنا كده ايه، هنكتب هنا كده reading. نلونها بقى اللون طبعا مختلف، يكون كده مثلا. يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون إيه؟ هتكون اللي هي الريدنج. بعد كده بيقول لك which activity is the fewest favorites. الفيوست favorites اللي هي أقل حاجة، يبقى الموست الأغلب أو الأكثر، والفيوست اللي هو الإيه؟ ايه الاقل، جاي من كلمة فيو يعني. يبقى تاني مرة بيقول لك which activity is the fewest favorites. هنقول طبعا اللي هي اقل حاجة عندنا اللي هي الارت، فهنكتب هنا برضو ارت. كده احنا جاوبنا على الاسئلة بتاعته، الموست فافورتس اللي هي الريدنج، والفيوست الفافورتس اللي هي ايه، الارت. بيقول لك لوك از ذا بيكتشرز زين كومبليت ذا تيبل، هتبص للصوره دي وايه، وهتكمل التيبلز بتاعك اللي هو ده. فكل الموضوع ان مديني ماربلز، الماربلز دوت اللي احنا بنلعب بيه الاطفال الصغيرين حلوين، فمديك الريد في كام واحده ريد هتكتبهم لي، في كام واحدة بلو هتكتبهم، كام واحدة يلو هتكتبهم، كام واحدة جرين هتكتبهم، كام واحدة بينك هتكتبهم. نعد كل واحدة من دول، يعني كل لون قصدي من دول في كام واحدة. هنجمع، المهم هسيبكم تحلوها دي، وبعد كده تبدأوا توقفوا الفيديو يعني وتحلوها، وبعد كده تشوفوا الإجابة الصح ولا غلط. يلا نوقف الفيديو. يلا برافو. بعد كده احنا هنعيد، وهنعد كده اللي هو الريد، هنلاقيه ان هو 7، فهنكتب 7. وهنعد البلو، هنلاقيه ان هو 10، هنكتب 10. وهنعد اليلو، هنلاقيه 5. وهنعد الجرين، هنلاقيه 3. وهنعد البنك، هنلاقيه 8. يبقى كده قلنا الماربل كولرز، والكولرز كتبناه، والنمبرز بتاعه. المفروض دول كلهم لما نيجي نعمل لهم اد، نجمعهم كلهم مع بعض يطلعوا لي كام؟ يطلعوا لي بالظبط نفس العدد الاجمالي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هنا طبعا بيقول لي from the table complete bar graph. احنا بقى اللي احنا عملناه هناك ده، احنا عارفين ان الريد عندي 7، يبقى هنيجي عند الريد كده وهنعمل ايه؟ 7.
نلونه كده، نعمل له شاد 1 2، نعمله زي ما عملناه قبل كده. كبر لي كده شوية. هنا الريد 7 1 2 3 4 5 6 7. كده خلصنا الريد. تعالوا نعملهم بنفس الكالرز بتاعتهم. عندنا البلو، البلو 10، يبقى هنختار 10. فين البلو؟ ندور على البلو اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اللي بعد كده اليلو، اليلو 5. يلا حبايبي نختار اليلو ونعمل 5، 1 2 3 4 5. بعد كده عندنا الجرين، الجرين كام؟ الجرين 3 يا مستر. يبقى نعمل كام يا حبايبي؟ 3. نختار ده كده الجرين، نعمل 3 كده، 1 2 3. يبقى نيجي بعد كده البينك، البينك بيقول لي ان هما 8، يبقى هنختار اللون اللي هو البينك ونعمل 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. يلا نراجع عليهم بقى. عندنا الريد 7 مظبوط، وعندنا البلو 10، وعندنا اليلو 5، 1 2 3 4 5 جاي عند ال 5 اهي، والجرين 3 والبينك 8. ويديني أسئلة بقى، يقول لي use the bar graph، استخدم نفس الموضوع اللي هو البار جراف بتاعك عشان تجاوب على الأسئلة دي، أو complete، complete يعني أكمل، the following، مديك blank كده مكان فاضي وبيقول لك كمله بقى. the color of the most marble، أكتر حاجة في الماربلز اللي هو الكالر بتاع إيه؟ هو مالكش how many، خلي بالكوا عشان في اولاد كتير وبنات بيقعوا في الغلط دي. يبقى هنقول ذا كلر، يبقى هو عايز اللون. فين اللون اللي هو فيه ذا موست؟ اكتر حاجه ذا موست، اكتر حاجه واضح جدا ان هو البلو. يبقى هنيجي هنا كده هنكتب ايه؟ هنكتب بلو. اللي بعديها بيقول لك ذا كلر برضه نفس الكلام، the color of the least marble. طبعا واضح جدا ان هو عندنا the least او fewest اللي احنا قلنا عليها قبل كده، ممكن يجي لك يقول لك the least او the ايه، the fewest، اقل عدد يعني، اللي هو كان الجرين. فهنا هنكتب ايه؟ هنكتب جرين، نكتب كده جرين بالشكل ده. بعد كده بيقول لي the number of yellow marble، the number او ممكن يقول لك how many. طالما قال لك the number يبقى ايه؟ هنجيب العدد بتاعنا قد ايه بالظبط. طبعا هنرجع هنا كده، العدد واضح جدا اللي هو اليلو عندنا 5، يبقى هنكتب هنا كده ايه 5. وبعد كده عندنا the number of pink marble، البنك طبعا احنا شفناه اللي هو 8، يبقى بنيجي هنا نكتب كده ايه، نكتب 8. بعد كده بيقول لك least the number، list the marble color data from the least to the greatest. ممكن يقول لك least، ممكن يقول لك كلمة order، ممكن يقول لك sort S O R T، ممكن يقول لك arrange رتب. كل دي معاني لنفس المعنى، ليست يعني اعمل لي قايمة بقى بالماربل، بس ايه؟ من الليست تو ذا جريتست، يعني تبدأ من الصغير تروح لفين؟ للكبير. اقل حاجة عندنا اللي هي طبعا الجرين، فنيجي هنا هنكتب جرين، نيجي هنا كده ونكتب هنا ايه؟ جرين.
واللي بعديها طبعا هنيجي هنا اهو، هنعمل اللي بعديها اللي هو اليلو، لان اليلو هنا كام؟ 5. يبقى هنكتب هنا كده ايه اللي هو اليلو. هنا في مكانها. وبعد اليلو في عندنا اللي هو ايه اللي بعد اليلو على طول اللي هو الريد. الريد عندنا 7. يبقى نيجي هنا في الجزء ده كده نكتب ايه ريد، هنا ده طبعا دي كده خلاص. نيجي هنا طبعا نكتب الريد، نحطها بقى مكانها على قدها كده. وبعد الريد هيجي ايه؟ هيجي بعديها اللي هو البينك. البينك عندنا بكام يا حبايبي؟ واضح جدا ان البينك عندنا بايه، احنا مطلعينه بايه. يبقى هنيجي هنا هنكتب البينك، بعد البنك هيجي اخر حاجه اللي هي اكتر حاجه بقى اللي هي الجريتست. ما احنا بدانا بالليست اللي هي الجرين زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده رحنا اللي هو اليلو اللي بعديه، هنا طبعا في دبليو. وبعد اليلو قلنا ان في الريد، وبعد الريد اللي هو البنك، وبعد البنك اللي هيكون البلو. يبقى بنيجي هنا نكتب بلو. وبكده حبايب قلبي نكون خلصنا الليسون نمبر 4. يا رب تكونوا فهمتوه كويس قوي، وعرفنا الاكسبريشن او المصطلحات اللي احنا بنستخدمها، هاو ميني، وفي فرق ما بين الهاو ميني، وفي فرق اذا كولر مثلا يقول لك ذا موست، موست يعني الغالب، والليست بمعنى في ويست اللي هو طبعا الاقل. وبكده نكون خلصنا الليسون. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. تمنياتي لكم النجاح والتوفيق والتفوق كمان. معكم مستر أسامة الهادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.